شدناه اليوم فيه ثلاث أخبار. أول خبر هو مطالبة بفتح سوق عمل للسوريين بلبنان. ثاني خبر هو عن موقف لتكتل تغيير والإصلاح من قانون الانتخاب. والثالث طيارة أمريكية بمطار رييق شغلت اللبنانية. حل برأيه أن نسمح للسوريين أن يعملوا في لبنان. وكما تعلم يعني كيف يستطيع لبنان يستوعب 1,000,000 سوري بضوء اقتصاد متردي. طبعا قلنا له أن هذا ليس حل ولا صيغة ماشي باليومين الأخيرين أحد وتنين بأنه رجع طاف الحديث على قانون التأهيل يلي ما اكتمل الحديث فيه.